الحقيقة كان عندنا الثلاث مراكز في أبو كبير، كانت يعني مهزلة بصراحة إن هم يعني يقدموا الخدمة دي. ثلاث مراكز إدمان، بيعالجوا إدمان، هم شقق مؤجرة موجودين في أماكن الناس اللي فيها 129 واحد، 129 متعاطي أو مدمن، يعني موجودين في حوزة مجرمين بيضربوهم وبيبهدلوهم وبيعذبوهم. نفسي أعرف إيه نوع بقى الخدمة الطبية اللي حضرتك بتقدمها له، إذا كنت أنت حضرتك ماسك له كرباج، يعني إذا كنت ماسك له كرباج وبتضربه، طب إيه بيضربوا الخدمة بالكرباج الطبية؟ فعلا؟ بيضربه بكرباج، وده مثبت على فكرة في تقارير طبية من مستشفيات الحكومية، وليس كلامي ولا كلام مرسل، دي تقارير وبلاغات للنيابة الحقيقة. حد في الوقت اللي احنا كنا بندهم فيه الأماكن دي، إنما لقينا الثلاث أماكن الآخرين فيهم 129. عايز أقول لحضرتك إن الإقامة اللي موجودة بما فيهم المركز أو الوكر اللي احنا كمان شفناه في الزقازيق هنا في المدينة نفسها في منطقة الأحرار، الحقيقة يعني مجرد ناس محتجزين، مجرد ناس محبوسين، مجرد ناس بيستنزفوا أهاليهم بدعوى إن هما بيعالجوهم، لا في طبيب ولا في ممرض ولا ممرضة ولا في أي حاجة من هذا القبيل ولا في عامل، هما هيلب يور سيلف، هما بيدخلهم يخدموا نفسهم بنفسهم ويقيموا مع نفسهم ويحكوا لنفسهم. ولو حد يعني لو حد موجود بيبقى أحد المتعافين من الإدمان، بيبقى هو اللي موجود بيقدم لهم الرعاية وبيقدم لهم الخدمة، وده طبعا شيء مش صحيح في أغلب الأحيان. وأنا بقول في أغلب الأحيان لأن المفترض النهاردة إن في متعافين بيكون اتقنن وضعهم وبيكون فعلا تعافى وبيكون بقى فيه يعني انخرط في المجتمع وبيكون علاقة بالموضوع أو ملوش علاقة بالموضوع. عشان حضرتك شفت مكان، شفت بيحصل فيه جريمة زي دي، أو عرفت إن هو بيقدم خدمة وهو غير مرخص له بتقديم الخدمة دي، بكل بساطة يعني يا حضرتك تشرفنا في المديرية وهتقابلني أو هتقابل مدير إدارة العلاج الحر وتبلغه، هتقابل أي حد من المسؤولين والسادة، السيد الوكيل، السيد مدير عام العلاجي، كل الناس اللي موجودين هيفتحوا لك آذانهم وذراعيهم على مصراعيها زي ما بيقولوا، علشان ياخدوا منك الكلام اللي حضرتك بتقوله ويتأكدوا منه قبل ما نروح هذه الأماكن. طيب حضرتك مش عايز تجيلي، بكل بساطة اتوجه على الإدارة الصحية اللي موجودة في نطاق المستشفى اللي حضرتك بتقول فيها. يعني انت النهاردة مثلا سي هنضرب مثل بأبو كبير، في الإدارة الصحية في أبو كبير، روح لمدير الإدارة وبلغه، مدير الإدارة هو كمان هيبلغنا وهناخد الإجراءات بالتنسيق مع العلاج الحر عنده وعندنا، وننزل بالتنسيق مع الجهات المعنية سواء هي الداخلية بما فيها مباحث التموين وبما فيها الناس الأفاضل المحترمين اللي هم دؤوبين جدا جدا على حماية المواطن المصري وإنه يوصل له علاج صح في وقت صح في مكان صح. طب في سياق توجيه حضرتك، يعني كلمة لأولياء الأمور أو اللي هم قائمين على علاج أولادهم إخواتهم أي حد، بالنسبة للناس دي يا دكتور، يعني هل متاح دخول الأماكن الحكومية أو المخصصة فعلا لعلاج الإدمان بطريقة صح هو بسهولة ولا فيها؟ انا عايز اقول يا استاذه ساره بس حاجه، ان اللي بيخلي الناس تروح المراكز الاوكار، لازم اقول وكر، هو ان المستشفيات عندنا والمراكز بتاعه علاج الامراض النفسيه والادمان فيها انضباطيه خلاص، وفيها ناس مهنيين، فعارف النهارده امتى حضرتك بيدي لك علاج وامتى بيدي لك جلسات وامتى بيقعد معاك وامتى بيسمح لك بالزيارة. انما عشان الامور التانية زي ما بقولوا كده يعني سبهللة، فالدنيا بتبقى مفتوحة، الناس بتروح ما يصدق ان ابنه يمكن قال له خلاص في وقت او من الاوقات ايوه انا عندي استعداد للعلاج، او هو سيطر عليه في وقت معين واخده اما بالقوة اما بالمحايلة واخده، حضرتك تعال لنا وهنساعدك والله في الجزئية اللي حضرتك بتقولها دي، وهنكون معاك سر وهنكون معاك قلبا وقالبا، لان احنا شغلتنا دي، احنا الحكومة لما اتخرجنا من كلية الطب ما قعدتناش يوم واحد بس، يوم واحد في بيتنا وكلفتنا مباشرة من اجل المواطن المصري.
واحنا بنقول له احنا في خدمة المواطن المصري. شكرا لحضرتك يا دكتور، شكرا. العفو يا فندم.